أولياء الرحمن، من هم أولياء الله؟
الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي جمعوا بين الإيمان والتقوى. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه الفرقان، لا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. خوارق العادات في أشياء تأتي على خلاف ما اعتاده الناس. خوارق العادات أشياء تأتي على ما اعتاده الناس. هذا الأخ يحفظ القرآن أما اعتاده الناس، هذا يحفظ هذا يحفظ هذا يحفظ، يمشي من هنا إلى مسافة 20-30 كيلومتر يسافر برجلي أسفل. يطير في الهواء، يطير في الهواء، هذا على خلاف العادة. يمشي فوق سطح الماء برجلي على خلاف العادة، يأكل النار، يأكل الجو، يصبر السم، يمشي على الجو. أنا الخوارق العادات، فخوارق العادات أمر. يعني الأشياء التي تأتي على خلاف العادة أربع أشياء. الأول آية، وهذه تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هل يمكن أن يأكل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن لديه آية؟ لا، لو حدث هذا فهو كاذب، الله كاذب. نعم، لأنه مدعي النبوة والرسالة. إذن هذا القسم الأول، خارق العادات، آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن. مثالا يعني الله سبحانه وتعالى فتح على شيخ الإسلام يكتب قلنا في يوم ويكتب الكاتب في أسبوع، هذا من كرامته لك أولياء. الصحابة رضي الله عليهم كان أحيانا الواحد منهم يقاتل جيش، واحد يقاتل جيش كامل، مثل ماذا؟ سلمة بن مقوع في صحيح البخاري قاتل جيش واحد، رجل واحد يقاتل جيش. كرامة أولياء، الثالث معجزة وفتنة، نسأل الله السلامة العافية، وتكون لأولياء الشيطان كما يحدث بصراحة السلامة بالدجال. كيف تعرف أن هذه كرامة أو معجزة وفتنة؟ بحال الرجل إيمان وتقوى، كرامة لا إيمان ولا تقوى، معجزة وفتنة. الساحر الآن يسمع أشياء، هذه معجزة وفتنة. معجزة يعني يعجز بعض الناس عنها. Thank you.
كيف؟ كل من كذب على الله نسأل الله السلامة والعافية يفضح الله في الدنيا قبل الآخرة. الله مستر عيوبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه مرض في عينه، دعا عليه الصلاة والسلام ونفث في عينه برئ كأن لم يقل به ولد. ما هذا؟ آية. نعم. وسيلم الكذاب أتي إليه برجل فيه مرض في عينه، إذا جاءت مريض وقرأت عليه قد يبرأ وقد لا يبرأ، فقال المسيلم كذاب افعل بهذا المريض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه، فأخذ يقرأ ويزكي وينفث في عين هذا المريض. ماذا حدث؟ ماذا حدث لهذا المريض؟ ذهب بصر، أصبح أعمى، فضيحة. كان هناك المدينة فيها ماء قليل، فجاء الصحابة بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يبارك لنا في هذا الماء الذي في البيت. دعا عليه الصلاة والسلام، دعا وبصق في هذا البيت، وإذا بالماء يزيد. جاء المسلم قال عندنا بيت ماء قليل، الذي تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مسيلة الكتاب. طبعا ما قال هذا، جاء وقرأ وتمتم وبصق في البيت، جف البيت. العنق القليل من زمان محمد القادياني في شبه قارة المدينة ادعم هو رسالة وكذا، نسأل الله السلامة العامة. مات في الحمام فضيحة. قال بعض الناس من هؤلاء أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث القبر. مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، يدفن في حجرة عائشة. مات ميزة ولا محل من القديان في الحمام، يدفن في الحمام. إلى خوارق العادات أربعة. آية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كرامة لأولياء الرحمة من طريقة أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامة الأولياء. ما نقول معجزة وفتنة لأولياء الشيطان صلى الله عليه وسلم. الرابع فضيل. وذكر كذلك شيخ الاسلام ما يتعلق باثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى، وان اهل السنه يثبتون صفه الكلام لله سبحانه وتعالى باذن الله، ويثبتون الكتب المنزله في السماء كلها كلام الله منزله لا مخلوق. تكلم شيخ الاسلام كذلك عن اركان الايمان، ومنها الايمان باليوم الاخر، فتنه القبر، سؤال الملكين عن الصوره الثلاثه،
آداب القبر وعلم القبر، البعث والنشور، ما يكون في يوم القيامة. من محاسبة الخلائق، وأن هناك 70,000 يدخلون الجنة خير جزاء وحساب نسأل الله بالفضل. مما يكون يوم القيامة دنو الشمس من الخلائق ونشر الدواوين صحائف الأعمال، فآخر الكتاب بيمين سواء الفضل، وآخر الكتاب بشمائه أو من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: قد أنصف من جعلك حسيبا على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تأخذ الصحر وأنت تحكم على نفسك، هذا من العدل. مما يكون يوم القيامة حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر على الإبل وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، طعمه أحلى من العسل، الريح أطيب من ريح المسك، لونه أشد بياض من اللبن. متى يكون الحوض؟ في عصر يوم القيامة بعد أن تد الشمس من الخلائق. الناس بحاجة إلى شرب، من يشرب من الحوض؟ انتبه، الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب في هذه الدنيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويعمل ويدعو ويثبت، كان الجزاء من جنس العمل. من يسقيه؟ يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام بيده. احرص على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حتى يكون الجزاء من جنس العمل. من شرب من هذا شربة واحدة لا يظلم بعدها أبدا. يبعد أناس عن الحوض، ما يستطيع الشرب،